مرحبا بكم في هذه الطبعة اللي هي طبعة 14، ونتمنى أن الجمهور الوهراني يشرفني حتى يكون طبعة خاصة وجميلة، وصدقوني ما راحش يندموا لأنهم جاوا، لأنهم فعلا راح يشوفوا إعادة الأغنية الوهرانية للوجهة من 13 إلى 17 جوليا بمسرح عبد القادر علولة. راح تكون 5 حفلات بمقدار 6 فنانين في الحفل، في كل يوم إن شاء الله تشوف 6 فنانين راح يأدوا الأغنية الوهرانية. يعني أنا تمنيت أنه يكون عندنا وقت حتى ندخلوا الخواص، اللي كان كثير من الخواص يتمناوا يشاركوا، لكن للأسف ما كانش عندي أنا الوقت الكافي باش نروح نطلب منهم أنهم يشاركوا ماديا ولا بأنهم يتكفلوا بفنانين ولا نخليوها هذه إن شاء الله السنة المقبلة يكون عندنا الوقت الكافي باش نديروا كل هذه الأشياء. بزاف عندنا مجموعة مليحة بالنسبة للأصوات وبالنسبة للعازفات، لأنه أول مرة تكون فيه عازفات على في الفرقة الموسيقية.